لم يعد شهر بعد يا عماه. وددت أنكم لم تزعجوه حتى يتم مناسكه مع رسول الله. أنت الذي أمرت أن نرسل له يا عماه. كانت تلك لحظة ضعف يا بني، أما الآن الحمد لله يا عمّا. الطبيب يقول إنك بخير وهو يريد أن يراك، فهل تأذن له؟ لا لا، بعد قليل بعد قليل. ما بالك يا عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. صدقت يا عبد الله، قل أيضا، قل قل. أين عبد الله يا عم؟ ألا تراه يا فيروز؟ إنه هنا هنا. عما استر هكذا، أنت بكل خير، سأدعو الطبيب حالا. شهر. أبي، أين كنت يا أبتاه؟ خرجت يا ابنتي مع شهر بن بازان أودعه، وهو عائد إلى صنعاء.
عائد؟ هل عاد حقا؟ نعم يا ابنتي. ولم عاد سريعا؟ وقد كانت أزاد تتمنى أن تظل حتى يعود رسول الله إلى المدينة، فتذهب إلى هناك لتصلي في مسجده. لقد جد في صنعاء ما جعلهم يعودون. هل حدث شيء؟ نعم يا ابنتي، يقولون إن بازان قد اشتد عليه المرض وأرسل يطلب ولده ليراه. بازان؟ نعم يا ابنتي. طوبى لذلك الرجل، ما يذكره المسلمون إلا بكل خير. ولقد كان ابنه شهر وزوجته آزاد من خير من لقينا من الناس. ألا أدلك على خير من ذلك؟ تؤمن بالله ورسوله ويكون لك ما تحت يدك من أرض. شهر ولدي، أين زوجتك آزاد؟ ها هي يا أبت. ها أنا يا عماه. وفيروز. ها أنا يا عماه. إذن فكلكم من حولي. حسن، استمع إلي يا شهر. غدا ستكون عاهل هذه الأسرة. لا تقل ذلك يا أبتا، أنت بكل خير. اسمعني يا شهر، كن لآل بازان نعم الأب، واحرص احرص على هذا الدين الذي دخلت فيه، فلا تنقض عهدك ولا تغرنك الدنيا عن الدين. أتسمع يا هني؟ أبتاه. ورع لابن عمك فيروز حقه وحرمته. عماه، استرح بالله يا عماه. وإذا جاءني وعد الله فابعث إلى رسول الله أن يضع أمور الناس حيث يشاء. أنت بخير يا عماه، لا تقل ذلك. عماه، أنت بكل خير يا عماه. وحسب بازان وآل بازان أن يوفوا بما عاهدوا الله عليه. عماه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رملة، هند، مرحبا يا هند. منذ وصلنا بالأمس وأنا أفكر فيك. مرحبا. وأنا يا رمضة. ما شاء الله،
أراك عائدة في أحلى صحة وأبهى جمال. إنما رأيته يا هند يفجر في القلب ينابيع الرضا والهناء. احكي لي بالله يا رملة. عما أحكي يا هند، لك شيء وراء الوصف. رسول الله عليه السلام يحيطه نور الهدى وجلال الإيمان، والمسلمون من حوله يلبون مبتهلين لبيك اللهم لبيك. ماذا أقول يا هند؟ لا أستطيع. بالله بالله يا رملة، صدقيني يا هند، إنه شيء يعجز عنه اللسان، فليتك كنت معنا. نعم نعم ليتني. ولكن هل ديار الحجاز مثل ديارنا هذه؟ نعم يا هند، ما أحسست على اختلاف الناس وكثرتهم أني غيرت دارا ولا أهلا. لا شك يا رملة. وهل رأيت هذا الفتى العربي معاذ؟ نعم يا هند. ما بالك لا تتحدثين عنه؟ وماذا تريدين أن أقول أيتها الماكرة؟ لقد كان لنا نعم الجار ونعم المدير، لم يخفل عن رعايتنا وودنا، ولقد فتن به أبي حتى لم يكن يصبر على فراقه لحظة. هذا ما توقعته يا رملة، ولقد كنت أحسبه سيعود معكم أو ماذا يا هند؟ أو ستبقين أنت معه هناك. هند، والله يا رملة كنت أحسبه سيتزوجك ويبقيك، وكان ذلك يحزنني. يحزنك؟ نعم يا رملة، أريد أن يكون عرسك هنا تهنأ به العشيرة ويمرح فيه فتيانها وبناتها، وأغني وأرقص وأملأ الدنيا. رملة رملة، هناك ضيوف قد حضروا يا رملة. أيتها العذارى، أهذه ديار بني بكر؟ نعم يا عماه. أين أجد شيخ الديار بكر بن عدي؟ من هنا، تفضل في هذه الخيمة. ضيوفنا يا سيدي، يقول كبيرهم إنه قيس بن عبد يغوث. قيس بن عبد يغوث فارس مسجح؟ لقد جد ولا شك أمر، دعه يأتي يا بني. أمرك يا سيدي، تفضل. السلام عليك يا شيخ بكر. وعليك سلام الله يا قيس، ومرحبا بك، تفضل. أصبحت كلما خطر لي أمر لم أجد غيرك أذهب به إلي. مرحبا بك يا قيس مهما جئت. ألم تبلغك أخبار صنعاء؟ لا يا بني، غير ما أعلمه من مرض بازان. لقد قضى بازان منذ أيام. يرحم الله بازان، ما سمعت عنه حيثما سرت إلا كل خير. نعم نعم يا شيخ بكر، كان بازان شيخا حكيما، وقد خلت الديار بموته، ولا ندري من سيكون بعده، ولهذا جئت إليك. جئت إلي؟ لماذا يا بني؟ إن القبائل تتحدث عمن يتولى الأمر بعد بازان، ولهذا أسرعت إليك لأرى رأيك في هذا. وماذا تريد القبائل يا قيس؟ يتساءلون من سيكون بعد بازان، فقد كانوا أيام كسرى ينتظرون من يأتيهم من فارس. أما اليوم، اليوم يا بني ينتظرون من يوليه رسول الله. ألم نعاهد ونبايع وندخل في دين الله؟ نعم يا عمّا. فلنعطي الأمر أهله، ولنكن جندا لمن يختاره رسول الله. ولكن ألا نرسل من يبلغه ذلك؟ لا بأس يا بني،
ولا أظن شهر بن بازان إلا فاعلا ذلك بعد أن مات أبوه. يا فيروس، ماذا أراد؟ لم يعد أحد بعد يا شهر. لقد تأخروا. إن عليك أن تنهض بأمر أبيك حتى تعود الرسل من عند رسول الله بمن يختاره لحكم البلاد بعده. ما أحب أن أباشر أمرا لم يكلفني به عليه الصلاة والسلام. وهل تترك الناس بغير راع يا شهر؟ لو كان هنا معاذ. أنت كبير آل بازان، وعليك أن تنهض بما كان ينهض به حتى يختار رسول الله من يشاء. نعم يا شهر، أما احتجابك هذا؟ الناس يفدون إلى الإيوان ينتظرون ما لهم من مصالح وشؤون. تولى أنت يا فيروز حتى يعود الرسل بأمر رسول الله. بل تتولاه أنت يا شهر، فقد كانت أمانة أبيك وعليك رعايتها حتى يعطيها عليه السلام لمن يشاء. نعم يا شهر، تلك هي أمانتك اليوم، فإن اختارك عليه السلام فذاك فضل الله، وإن تركك فإنما نحن جند من جند الله وذاك حسبنا. انصرف، أمر مولاي. أفق عبهلة، ما كنت غافلا أيها الوزير، ولقد صدق شيطاني فيما حدثني به. فيما أيها الكاهن؟ يقول الشيطان إذا ذهب الصيف وجاء الشتاء وكثر الرغاء والثغاء امتلأت الأرض بالدماء وكان ما شاء لما شاء. لست أفهم ما تعني. إنه يبشرك بالأمر العظيم. دع شيطانك هذا وأنصت إلي. سيدي الوزير، لم يعد في فارس اليوم كسرى، وإنما هي فتاة تملك الملك ويتولاه عنها الوزراء والقواد. أعلم يا سيدي الوزير. وإذا صدق ظني فعما قريب تشهر السيوف ويكون الأمر للأقوى. لم يخطئ الوزير ما في نفسي، ولهذا أريد أن أكون عضدا له يوم يريد. تفاهمنا إذن يا عبهلة؟ نعم أيها الوزير، ولكن ما حيلتي وقد جاءت الأخبار بموت بازان؟ وأخشى إن أبطانا أن يستتب الأمر لمن يوليهم نبي الحجاز بعده. لا تخشى يا عبهلة، وألقي سمعك إلي. ها أنا يا سيد الوزير. لقد أعددت لك المال الوفير والرجال الأشداء. كما أمرت صاحبك المجوسي أن يدعو باسمي كل من هناك من أبناء فارس، أما صاحبك اليهودي لا، عليه لعنة ذي الخمار. دعه يا عبهلة، دعه، إن أحقاد خيبر تأكل صدره وسيجوب لك البلاد، يبث الفتنة ويلقي بثور الأسيان حتى تتهيأ فرصتك لإشعال نارها. هل تستطيع ذلك يا كاهن خبان؟ ذو الخمار الأسود الجبار تقدح عيونه بالنار، وينتظر بارق الليل وسادح النهار. ليتني أهز هذا السيف البتار. عبهلة. نعم أيها الوزير، إذا جاء يوم البضار فأنا الأسود الجبار. عبهلة، أفق. الحذار، الحذار، إذا جاء يوم البدار فلا نجاء ولا حذار.
لقد كنت على حق يا عماه، فقد جاءت رسل رسول الله. الحمد لله يا بني، ولكني سمعت أن شهر بن بازان. ويا قيس، ما بالك تتبع الشائعات ولم تبق إلا لحظة ونعلم بكل ما جاء من عند رسول الله؟ هذا عبد الله بن حذافة قد أقبل. ها هم قد أقبلوا. السلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى باذان وانتقل مبرورا إلى رحمة الله. أمر عليه السلام أن يتولى عمرو بن حزم أمر نجران، وعبد الله بن قيس أمر مأرب، ومعاوية بن كندة أمر السكون، ويتولى شهر بن بازان ما كان أبيه أمر صنعاء وما حولها، وأن يكون معاذ بن جبل هاديا وداعيا ينتقل في جميع أنحاء البلاد. فاستمعوا لأمر رسول الله وأطيعوا واتقوا الله في السر والعلن، فإن الله سبحانه وتعالى رقيب حسيب. سمعنا وأطعنا لأمر رسول الله. الله أكبر مولانا، العزم والإيمان لما تضل دنيانا، فليأسنا يبقانا لا يلقانا، تمضي بنا خطانا يشدنا